أهلا بكم. أعلن المتحدث باسم المنطقة العسكرية الرابعة محمد النقيب إصدار قيادة المنطقة توجيهات بنقل القوات العسكرية خارج العاصمة المؤقتة عدن. وقال المتحدث إن التوجيه قضى بتوزيع تلك القوات إلى محافظات عدة بينها تعز وأبين والضالع وتعزيز جبهات القتال في لحج. مصادر قالت إن قوات من ألوية الحماية الرئاسية والحزام الأمني سيتم توزيعها بحسب مضمون التوجيهات. في هذه الحلقة من زوايا الحدث نقف عند هذا الخبر لنناقشه في محورين: إلى أي مدى يمكن أن تغير هذه التوجيهات في طبيعة الملف الأمني بداخل عدن والعسكري خارجها؟ وما هي المواقف والأبعاد التي ستترتب بعد هذه التوجيهات؟ توجه جديد لإعادة ترتيب الملف الأمني في المناطق الجنوبية التي شهدت في العديد من مراحلها أزمات واحتقانات وصلت في أحيان كثيرة إلى اشتباكات مسلحة. خطوة يقول عنها مراقبون إنها تأتي في طور حلحلة الملف الأمني المحتقن بداخل عدن، فيما يرى آخرون أنها تمضي في طريق إقصاء دور قوات الرئيس هادي في المحافظات الجنوبية. وبين هذا وذاك ما تزال جملة من التساؤلات مطروحة حول أبعاد هذه الخطوة مستقبلا. سنطرح هذه التساؤلات على ضيوفنا الذين سنبدأ معهم نقاش بعد متابعة هذا التقرير. في خطوة لا تخلو من أبعاد سياسية، أصدرت قيادة المنطقة العسكرية الرابعة توجيهات بنقل القوات العسكرية إلى خارج العاصمة المؤقتة عدن. التوجيهات الرسمية التي لم تدخل حيز التنفيذ بعد قضت أن يتم توزيع تلك القوات إلى محافظات عدة بينها تعز وأبين والضالع وتعزيز جبهات أخرى في محافظة لحج القريبة، على أن يتم توزيع ألوية الحماية الرئاسية وبعض ألوية الحزام الأمني على الجبهات القتالية المختلفة. هذه التوجيهات وإن كان لها انعكاس على مستقبل الوضع الأمني في عدن والتخفيف من حجم تمركز الصلاحيات عند طرف معين، إلا أنها وبحسب مراقبين ما تزال غير واضحة الأفق، خصوصا وأن البعد التنفيذي وشكل الاستجابة للتوجيهات لم تظهر أبعادها حتى الآن. العاصمة المؤقتة عدن تعيش واقعا أمنيا غير مستقر، وصلت إلى حد الاشتباكات بين القوى العسكرية والأمنية المتعددة في المدينة، بالإضافة لاحتقانات أخرى نتجت عن تضارب الصلاحيات الأمنية داخل المحافظة. يقول مراقبون إن هذه الألوية والجهات العسكرية كانت سببا رئيسيا في حدوثها، وأن ما خوف من تمددها واشتعال الموقف بشكل أكبر هو ما دفع القيادة العسكرية لإخراجها، إلا أن حالة التجاذب السياسي وتنازع الصلاحيات بين السلطات التابعة للرئيس هادي وقوى تتلقى أوامرها من قيادة التحالف القيادة الإماراتية تحديدا هو الدافع الأبرز وراء هذه الخطوة على ما يبدو، وهو ما يدفع البعض إلى القول إنها تأتي في إطار تقليص قوة هادي ودفعه للقبول بأمر واقع تفرضه الإمارات. إذن ينضم إلينا الآن من عدن مشاهدينا الكرام المتحدث باسم لواء النقل حرس رئاسي أحمد ماهر. أهلا بك أستاذ أحمد. السلام عليكم وأهلا بك أستاذي. وعليكم السلام ورحمة الله، أهلا بك. إذن بداية أستاذ أحمد، ما هي تفاصيل التوجيه الذي قضى بنقل القوات العسكرية خارج العاصمة المؤقتة عدن؟ بحسب التوجيهات التي جاءت لنا من قبل فخامة المشير عبد رب منصور هادي القائد العام للقوات المسلحة، جاءنا أوامر بمشاركة إخواننا في الجبهات في مناطق عدة من المناطق الجنوبية لمساندتهم في القتال، وبدعم سخيم من دولة التحالف على رأس دولة الإمارات العربية الشقيقة. ونحن في قوى الحماية الرئاسية، قبل أن نكون قوى الحماية الرئاسية فنحن أبناء مقاومة شعبية جنوبية، مثل ما انتصرنا على الشياد الحوثي وعلي عفاش من دولة عدن، تعدين الاشتراك في الحرب في أي جبهة لمساعدة أخواننا في القتال، فهذا واجب ديني وأخلاق فعل، ونحن يدا واحدة من أجل انتصار المادة العسكرية على اليمن. إذا أفهم منك أستاذ أحمد أن هذه التوجيهات أصدرها القائد الأعلى للقوات المسلحة الرئيس عبد ربه منصور هادي، وأنتم تلقيتم في لواء النقل يعني هذه التوجيهات. بالنسبة للتوجيهات المشير عبد ربه منصور هادي بالتنسيق مع قوات التحالف العربي وعلى رأسهم الإمارات العربية الشقيقة من أجل مساندة أخواننا في جبهات القتال، وجاء هذا بعد التنسيق أيضا مع المنطقة العسكرية الرابعة في عدة اجتماعات حضرناها للتقسيمات العسكرية في المناطق الاشتباكات في المناطق الجبهات. ونحن بإذن الله سنشارك أخواننا في القتال حتى نوقف اليد العفاشي على اليمن، وبإذن الله سوف نبقى.
طيب بالنسبة للواء النقل حرس رئاسي إلى أين سيذهب أو إلى أين سينتقل؟ جاءت الأوامر ننتقل بإذن الله إلى معسكر الراحة في الحيتان. طيب يعني هناك من يتحدث أستاذ أحمد أن هذا التوجيه يمشي مع أو يتماشى مع أطراف معينة بداخل عدن ولا يمضي في طريق خدمة تطبيع الأمن بشكل عام، هل تتفق مع ذلك؟ أولا حابب أوضح لك يا أستاذي أن قوة الأمنية الموجودة في عدن كانت عسكرية أو قوة أمنية تتبع لإدارة الأمن، يهمنا المصلحة الأولى هو إيجاد الأمن في عدن وفرضه، ونحن دائما ندعم قوات الإدارة الأمن مرسلة في اللواء شلال علي الشافعي، وليس عندنا أي إشكالية في الخروج من الجبهات، هذا واجبنا وهذه هي مهامنا الأصلية، فنحن قوات مقاومة جنوبية على سبيل الاستعداد للمشاركة في أي جبهة، أيا كان أي شخص يتحدث عن وجود مشاكل ما بين القوات اللواء العلوية الحرس الرئاسية أو قوات إدارة الأمن، فهذه مجرد إشاعات إعلامية مغرضة. يجونا من هذه الإشاعات بناقشها بيننا بين القوات، لكن بإذن الله نحن في أرض الواقع مستفيدين اتفاق كلي، لا يوجد أي مشاكل بيننا، وخروجنا للجبهات شيء جديد لمساعدة أخواننا في الدول. طيب الآن بالنسبة للواء النقل الحرس الرئاسي، كم هي أو ما هي حجم القوات التي ستنتقل إلى المعسكر الجديد أو المنطقة الجديدة؟ طبعا في اتفاقيات تمت ما بين قوات التحالف على رأس المملكة رأسها دولة الإمارات العربية تدعم القوات بتسليحها حتى تشارك في القتال وتكون على أسلحة الاستعداد، وأيضا بالتنسيق مع المنطقة العسكرية الرابعة من خلال عدة اجتماعات على كمية الأعداد التي سوف تنتقل بإذن الله. سوف تنتقل معظم القوات سوف تنتقل إلى معسكر الراحة للمشاركة في القتال، وسوف نكون يدا واحدة للقضاء على هذه القوات، وبإذن الله سوف تسمعون أخبار مسرة في الأيام المقبلة عن الانتصارات للمقاومة الجنوبية. طيب عندما نتحدث الآن عن المشهد الأمني بداخل المحافظة بعد هذا التوجيه، كيف تنظر إلى هذا المشهد برأيك؟ بالنسبة للمشهد الأمني في عدن مثل ما قلت لك، فالمشهد يعتبر أمني مستعد جاهز، بالأصح اللواء شلال علي الشاحن يقوم يؤدي وظيفته على أكمل الوجه، والقوات الأمنية فيها جو من الود والمحبة ولا يوجد أي إشكاليات بيننا. إن كان هناك أشخاص يريدون إشعال فتنة أو يريدون نشر صورة سيئة على القوات الأمنية داخل عدن، هذه مجرد إشاعات. بالنسبة لنا لا يوجد أي إشكالية للخروج أو الجلوس في معسكراتنا حسب توجيهات أوامر فخامة المشير عبد الرب منصور هادي، مستعدين للخروج أو البقاء في المعسكرات. لا يوجد أي إشكالية، ما مجرد هذه الأقطار التي تتداول في بعض المواقع أو بعض الصفحات في المواقع الاجتماعية أو التواصل، ليس لها أي أساس من الصحة. هذه مجرد أطراف خارجية تريد العبث في الأمن داخل عدن وتريد زرع فتنة بيننا، لا يوجد أي مشاكل. هذا الواقع الذي نعيش فيه، أنت تريد من الواقع وهذا الواقع. نحن يد واحدة بقيادة إدارة الأمن وقوات التحالف في مساندة القوات في الجبهات. إذا أشكرك المتحدث باسم لواء النقل حرس رئاسي الأستاذ أحمد ماهر، كنت معنا عبر الهاتف من عدن. ينضم إلينا أيضا من عدن مشاهدينا الكرام الصحفي أحمد الوافي، أهلا بك أستاذ أحمد. نعم حياك الله. بداية كيف تنظر إلى الوضع الأمني في داخل المحافظة عموما، وهل سيسهم هذا التوجيه في التخفيف من حجم التوترات الأمنية في عدن؟ أعتقد بأن التوجيه حتى اللحظة أنا تواصلت مع قائد المنطقة الرابعة وتأكدت من هذا الأمر، قالوا أنه الكلام حول نقل الألويات إلى خارج مدينة عدن أن هذا أمر غير وارد وأنه يحتاج إلى ترتيبات قادمة ولاحقة، ومثل هذا الخبر أنه يعني غير صحيح. هذا للحقيقة يعني الآن قبل ساعة من كلامي معكم حاليا، لكن الوضع الأمني أعتقد في عدن يتحسن بشكل أكبر، وعملية يعني المشكلة الكبيرة في عدن تكمن في عدد وجود جهات متعددة في الأمن، وضرورة وجود غرفة عمليات مشتركة وإدارة واحدة تحت إدارة أمن عدن تقوم بعمل يعني ضبط الأمن واستقرار المدينة بشكل موحد،
ايضا عدم ازدواجيه العمليات الضبطية الأمنية في داخل المدينة. يعني هو عموما سيكون معنا، من المفترض أن يكون معنا بعد قليل اللواء فضل حسن قائد المنطقة العسكرية الرابعة لنستفسر أكثر حول هذه الخطوة، وأنت تتحدث الآن على أنه ينفي ذلك، سنستفسر أكثر حول هذا الموضوع. لكن عموما كيف يمكن إذن التعامل مع ما تم تناقله في وسائل الإعلام حول هذه التصريحات؟ وهناك تصريحات رسمية للمتحدث باسم المنطقة بأن هناك قرارات في هذا السياق. أعتقد السؤال إلى أين ستذهب هذه الألوية؟ هل ستذهب إلى معسكرات تدريبية بداخل خارج مدينة عدن وتكون قريبة من المدينة في حال وجود أي قلق، في حال وجود إعادة انتشارها نتيجة لوضع طارئ؟ هنا من الممكن أن يكون ذلك، وأن يعطوا هؤلاء الجنود المجندين الجدد بالذات يعني تدريب وتأهيل بشكل كبير، ويخضعوا لعملية تدريب وتأهيل بقدر عالي حتى يتم إعادة يعني توزيعهم على المناطق العسكرية المحددة. لكن الآن لا زال المخاطر الأمنية تهدد مدينة عدن كما يقول الأمنيين، وأنه ليس من الممكن حاليا بأنه يتم نقل الألوية إلى أماكن بعيدة. أما ما يخطط له حاليا يقال بأنهم يحاولون الآن أنهم يقوموا معسكرات تدريبية كبيرة، ويتم دمج هذه المعسكرات بحيث لا يكون فئوية وتتبع أشخاص وتتبع أفراد، أيضا بأن يوحد الجهود بأن تكون كل الألوية العسكرية خاضعة لإدارة المنطقة الرابعة، والجهات الأمنية تخضع إلى إدارة أمن عدن. إذا ما تم ذلك فإنه الأمر بيكون بفضل يعني بيكون بشكل كبير أفضل يعني. وأما إذا استمر الحال كما هو عليه أو تم أخذ ألوية من داخل عدن والزج بها في جبهات قتال لا تعرفها، أيضا قد يكون نتائج هذه العملية نتائج سلبية وعكسية، وقد تثير مزيد من الصراعات ولا تفيد. أنا في اعتقادي هذا الأمر يعني طيب. في هناك أخبار تقول بأنهم سيتم نقل ألوية رئاسية إلى لتخوض المعارك بجنب إخوانهم في تعز. أنا أعتقد بأنه إحنا نتشرف بوجود يعني الجيش من كل المناطق أن يساند، لكن أعتقد بأنه قد ربما يكون هناك مخطط لعمل صراع ولتوسيع يعني هوة الصراع، وطالما أن هناك عدم وجود قوة يعني خاضعة لسيطرة عسكرية لقادة عسكريين بشكل أمر بشكل كامل، لأنها تتلقى أوامر من أفراد وتتلقى أوامر من جهات. أولا يجب أن نؤهل المؤسسة العسكرية بأن تخضع لتوجيه عسكري من وفق هرم عسكري محدد. ما لم يستمر صعوبة السيطرة على هذه الأفراد ونتيجة لعدم اختلاف توجهاتهم، نتيجة لأنهم يتلقون الدعم والإسناد من أفراد ومن جماعات يعني، ومن أيضا مشكلة التحالف بأنه يقوم الدعم بشكل مباشر دون الرجوع إلى القنوات الرسمية اللي إدارة المنطقة الرابعة وأيضا إدارة أمن عدن للأسف الشديد. مفهوم. طيب الآن يعني في سياق هذه الخطوة في حال أنها كانت ستتم، هناك أحاديث عديدة أنها قد تأتي في سبيل وجود ضغوط خارجية على الشرعية بخصوص هذا التوجيه، هل يمكن اعتبار ذلك بالفعل؟ أعتقد بأنه قد مثل هذا العمل كان يجب أن يكون قبل سنة على الأقل، أعتقد بأنه قد تأخر كثيرا يعني، كان يجب بإعادة هيكلة ألوية الجيش وأن يتم إخراجها وتحديد المناطق العسكرية المقرر بأن يتم نقل المعسكرات من داخل المدينة إليها بحسب أيضا بحسب وجودها بأماكن تكون قريبة من المدن الرئيسية في هذه الظرفة الاستثنائية فقط يعني، نتيجة لعدم استقرار الوضع بشكل كامل وإنها قادرة على السيطرة على أي وضع طارئ قد يحصل. كان يفترض بأن يتم بشكل كبير طالما وأن عدن تحررت يعني قبل سنتين تقريبا، لكن للأسف الشديد نتيجة لاستمرار التحالف استمرار السلطة الشرعية التعامل بهذا الملف قد نسميها بلا مسؤولية، ما يحصل أيضا بداخل ليس في عدن فقط، أيضا في داخل مأرب، في داخل القوف، في داخل صعدة، في داخل تعز، لم يحصل دمج الجماعات في إطار مؤسسة عسكرية شاملة، ولا يتم توزيع هذه الجبهات لا في يعني هذه الألوية لا في الجبهات ولا في الأماكن المحررة بشكل صحيح ولا بشكل
يعني منظم يعني يساند الشرعيه في اداره المناطق المحرره وفي تحقيق الانتصارات بداخل جبهات. طيب ما تتفضل به استاذ احمد يدفعنا الى الحديث عن دلاله التوقيت وكذلك البعد السياسي لهذه الخطوه، انت كيف تقرا المشهد فيما يخص توزيع هذه القوات الى محافظات عده بالاضافه الى رفض جبهات القتال الاخرى؟ اعتقد بان مساله يعني خلق جيش غير مناطقي غير فئوي ينخرط فيه ابناء الوطن بشكل كامل كان يفترض ان يتم هذا، لكن تعدد المشاريع الشرعيه للاسف الشديد وعدم الاتفاق على نقطه شراكه سبب خلل كبير في اقامه مثل هذه المشاريع. هنا للاسف الشديد انا اقول في اطار الجنوب ايضا، في اطار الجيش الجنوبي كان يفترض بانه يتم يعني توزيع هذه القوى في اطار المناطق المحرره، المناطق المحرره والذي تم تحريرها قبل سنتين في منطقه الجنوب، ان يتم عمل مثل هذا الامر. طيب استاذ احمد ارجو ان تتفضل بالبقاء معنا. ينضم الينا الان من عدن اللواء فضل حسن قائد المنطقه العسكريه الرابعه، اهلا بك سياده اللواء. اهلا وسهلا اخي العزيز، حياكم الله سياده اللواء. اذا هناك اخبار عديده حول توجيهات من قبلكم قياده المنطقه العسكريه الرابعه بنقل يعني عديد من الالويه الى خارج العاصمه المؤقته عدن، ما هي تفاصيل ذلك؟ والله يا اخي اللي نقل هذا الخبر هو يعني انا اعتبر الخبر كاذب، واللي نقل الخبر هو كذاب. هذا خبر ليس اساس له من الصحه، وهذه تلفيقات يعني كاذبة ومغرضة تستهدف يعني ليس إلا يعني الجيش الوطني، ويعني معلومات مغلوطة وكاذبة. إذا أنت تقول سيادة اللواء أنه لم يصدر من قبل القيادة العسكرية في المنطقة الرابعة أي قرار يعني يشير إلى نقل ألوية إلى خارج عدن؟ نهائيا يا اخي، هذا ليس قرار غائب المنطقه نقل وحدات من عدن الى المناطق يعني مناطق اخرى، هذا قرار يعني سياسي، قرار سيادي يعني لا يصدر الا من قبل فخامه الاخ الرئيس القائد على القوات المسلحه، ويعني انا كقائد منطقه لم يصلني هذا القرار نهائيا ولا اعرف عنه شيء، وسمعت انا تفاجات بهذا الاخبار الكاذبه، وانا اعتبر ان مواقع التواصل الاجتماعي هذه كاذبه اللي نقلت هذا الخبر، واللي برضه نقلوا الخبر هذا كذابين، ليس الاساس من الصحه هذه الخبابين المغرضه. طيب لكن هناك نوع من يعني تضارب في الانباء، المتحدث باسم المنطقه العسكريه قد صرح في وقت سابق لنا في القناه ان التوجيهات اصدرت من قبل قياده المنطقه انتم، لذلك نحن نستضيفكم الان لمعرفه المعلومه الصحيحه. اذا من هو الناطق باسم المنطقة الرابعة؟ من هو؟ محمد النقيب. يعني محمد النقيب إذا كان هو يعني صرح بهذا الخبر فأنا أعتبره كاذب يعني كذاب. نعم. طيب أنا لم أفهم بهذا الكلام. طيب سيادة اللواء الآن هل لديكم تفكير أو لدى القيادة العليا تفكير في ربما أنا أعتقد اللي نقل باسم محمد النقيب كاذب يعني لفق وأنتحل هذا تمام أنتحل يعني شخصية محمد النقيب ولفق الخبر باسمه وهو كذب، ليس محمد النقيب أعتقد أنه يصرح بمثل هذا التصريح. مفهوم. طيب يعني أليس هناك تفكير لدى قيادة المنطقة أو لدى القيادة العليا في إصدار هكذا نوع من التوجيهات؟ ليس لدينا أي نوع مثل هذا التوجيهات، ليس لدينا أي تفكير يعني بهذا الشأن. مفهوم. طيب سيادة اللواء الآن هناك وضع أمني بداخل المحافظة وربما توترات أمنية تحدث بين الفينة والأخرى، هل من خطوات أنتم بصدد القيام بها لتقليل هكذا إشكالات سواء على المستوى العسكري أو الأمني أيضا؟ أي توترات يا أخي العزيز؟ ليس الحديث عن الآن، لكن يعني تصدر أو تأتي إلى الواجهة كل فترة وأخرى نوع من الأخبار عن توترات أمنية بداخل المحافظة بين بعض الألوية. عدن آمن يعني بعون الله ثم بأهلها وبأمنها وبجيشها يعني آمنة، ويعني إن سربت
وردت يعني أخبار عن توتر، فهي أخبار كهذا الخبر الذي ورد بانتشار وحدات عسكرية وهو كاذب. مفهوم. إذن نعم، أشكرك اللواء فضل حسن قائد المنطقة العسكرية الرابعة، كنت معنا عبر الهاتف من عدن. أعود إلى الصحفي أحمد الوافي، إذن تصريح من قبل القائد المنطقة العسكرية الرابعة كما قلت أنت أيضا قبل قليل ينفي وجود هذه التوجيهات، نحن أمام ماذا برأيك أستاذ أحمد؟ أنا أقول أن قناة بلقيس مطالبة بأنها تتابع هذا الأمر ووجود تضارب بالتصريحات، إذا كان فعلا صدر تصريح من الناطق الرسمي بالمنطقة الرابعة هناك خلل كبير يعتبر، وهذه الحالة أحد الاختلالات، لكن أعتقد بأنه أيضا ما يدار من خلال بأنه هناك توترات في داخل عدن، أنا أعتقد أنه بأنه عدن تتحسن كل يوم والحالة الأمنية تتحسن بشكل أفضل، ما يتم يعني التوقيت السياسي الحرج لنقل مثل هذه الألوية أعتقد بأنه قد لا يخدم، كان يفترض بوقت سابق أن يتم نقلها إلى أماكن يعني خارج أمانة عاصمة عدن، يعني عاصمة عدن المنقطة، وأن يتم عمل مناطق بديلة، لكن حاليا هناك يعني توتر وهناك يعني في الوضع السياسي في المنطقة أيضا وعلى المستوى المحلي تشهد ربما أشياء أخرى لا تسمح بعمل تحريك ألوية في مثل هذا التوقيت أعتقد كذا. أيضا الشيء الآخر بأنه الجبهات الأخرى اللي موجودة في داخل بكل الجبهات سواء كانت في الجبهة الغربية ولا سواء في داخل تعز ولا في نهم، هي تحتاج فقط إلى إرادة حقيقية للتحرك ولا تحتاج إلى أكثر من ذلك، الإرادة إذا توفرت والدعم بالسلاح هو كافي. أما الأفراد أعتقد بأننا نمتلك جيش أكبر جيش في داخل يعني المنطقة العربية، وأنا أستغرب عن وجود جيش لمئات الآلاف من الأفراد ونحن لا وجود لنا لحرب مع أي طرف خارجي، فقط سيكون للاحتراب الداخلي، وكيف سيتم يعني عمل تنمية وإدارة البلد ووجود أكثر من 400 ألف فرد جيش، وإذا وجدت تسوية سيكون أكثر من ذلك، يعني ستكون كل الأطراف تمتلك يعني السجلات الطويلة من الجيش، هل سيستمر الشعب يصرف على هذه الجيوش من عرقه وإلى متى؟ يعني مشكلة كبيرة. يعني هي القناة أستاذ أحمد هي حرصت على أخذ المعلومة من المصدر، ولذلك كان التواصل مع اللواء فضل حسن قائد المنطقة العسكرية الرابعة للتأكد من هذه المعلومة، وكما هو واضح هناك تضارب في المعلومات. إذن طيب عموما الآن بالنسبة لعدن وبالنسبة لبقية الجبهات أو بالنسبة للمناطق التي فيها جبهات قتال مع ميليشيات الحوثي والمخلوع، برأيك سيد أحمد هل يمكن أن يكون هناك نوع من التحرك الذي يفضي إلى نوع من الحسم تجاه الميليشيات الانقلاب خلال الأيام القادمة وفقا لما يتم يعني أو ما يجري من أمور سياسية وعسكرية أيضا خلال هذه الأيام؟ الأمر متعلق بمراكز النفوذ والمشهد الدراماتيكي اللي تشهده الجبهات من أول يوم، لا نخفي بأنه السياسة هي من تلعب بهذا المشهد، وأعتقد أنا أقول هذا السؤال توجه لعلي محسن نائب الدفاع والأمن وهو من يدير الجبهات تقدمها وتأخرها وفق يعني القوة وضعف المواقف السياسية لبعض الأطراف السياسية واللي معروفة وصارت مكشوفة في داخل اليمن اللي صارت تدير الحرب بطريقة دراماتيكية وغير مبالية في نتائج هذه الحرب سواء كانت سياسية أو اجتماعية أو اقتصادية على هذا الشعب، يعني نتائج تدميرية، وصارت الحرب للأسف الشديد كل ما طال الوقت كل ما كانت نتائجها بشكل عام على اليمن دون يعني بغض النظر عن الطرف كانت على الطرفين نتائج تدميرية، الجميع ضعيف الآن والقوي الوحيد هم أطراف النفوذ في كل جهة، هم من سيعيدوا استلام هذا البلد مجددا وهم من سيعيدوا استثمار يعني هذا الشعب والتجارة في أرواحهم مجددا. أشكرك الصحفي أحمد الوافي، كنت معنا عبر الهاتف من عدن في هذه الحلقة، كما وشكر لجميع الضيوف الذين كانوا معنا في حلقة اليوم، ولكم مشاهدين الكرام على حسن المتابعة والإنصات. في ختام هذه الحلقة تقبلوا تحياتي أنا والزميل محمد عبد المغني، وهي لكم من الطاقم الفني أيضا، إلى اللقاء.